ونقلة ومحاولة ما زالت موجودة. الكرة إلى على حدود منطقة الجزاء والتسديدة وفي الجول. يا سلام على هذا الهدف وعلى هذا الجمال الكروي. وايق صفاء صفاء هادي. شوف التسديدة، كرة ماشية وين؟ ماشية للشباك، كرة لا تردها إلا الشباك وهي تعانق الشباك، وقبل الشباك عانقت الجمال الكرة الماضية بتسديدة وتمريرة تعود مجددا العرضية داخل منطقة الجزاء والرأسية وفي الجول. هدف لبناني عن طريق ياكوبو، طال انتظاره من قبل الجماهير اللبنانية. كما ذكرنا يعني ظل يحاول فريق نادي العهد، ظل يحاول حول المرمى، ظل يباغت المرمى بمحاولات متواصلة ولكن أبت له الكرة. والآن الكرة أخيرا تبتسم له، أخيرا الكرة تبتسم لفريق العهد. كرة لعبت بصورة جميلة.